صح شيخ، تراك حشرت معجب. ها خلاص طلعت. يعطيك العافيه شباب، بعطيكم قصه حصاتي. اسمع سالفه ابو حكمت، نظره شرابي. ولد عندي اخو معذبه في حياته الدنيويه كلها، بدر. كل ما شرى سياره اتلفتها له، كل ما شرى سياره اتلفتها له. توظف طعم مصر مع عسكري اتبعي، وكان في الدوره، في ايام الدوره يخرج خمس جمع، اللي معنا عسكري يطلع خمس جمع. نحمد الله ونشكره. ها معه هاي لوكس 97 غمارتين ورده ايوه جديده يا ولد، لنق بودي وكاله هالزبده. طلع خميس وجمعه، انا وقتها ايش ادرس اول ثانوي او ثاني ثانوي، اختبارات نهائيه عندي. ها طلع خميس جمعه، خرج ظهر يوم الخميس، يوم طلع طول عمر السلام ولا رجع سولف معنا شوي ام راح رقد. وين؟ في جده. في جده. انا عيني في ايش؟ في المفتاح. فين فين بحطه؟ انا حط المفتاح على راسي كذا جنبه، ما حطه تحت المخده. ابغى الفر. ايوه. في الظهر الساعه 1 حسيتها. فاقعد شوي لامي وابوي راح ارقد، وللعالم كلهم رقدوا ما عاد بقول انا قاعد اذاكر، سنه سكني اذاكر. فاروح الغرفه ما استحب المفتاح. ابغى اروح فين؟ ابغى اروح في حاره نعم عند خالي ناصر، فيها الشباب كلهم عرفوا. اسمع ايوه بالضبط ايوه. افر على بلالوكس، فالقطعه تعمل الصامه، افر على الحاره، افر ما بحت، افر مره ثانيه ما بحت. يوم جاء الفر الثالث، فاتذكر اخوي فواز انه بيصحى نفس الوقت هذا، بيروح بيشه وبينزل تحت، لازم يقوم من العوال عشان يصادم منهم وكذا يتودعهم. كنت برجع يوم قدي راجع مع اللفه، فلقى الشباب نفسهم اللي ابوهم انا راجعين للحاره نفسها. كنت اضطر ارجع وراهم. يوم قدي راجع انا وراهم ايوه، هذه حاره ضيقه يا رب الدعم. اصلا في بيت هنا، هذه سياره واقفه هنا معي، وشارع ضيق، هذه السياره راحت كذا وانا ماشي زي كذا. انا خليت الموتر وخليت كل شيء وطالع كذي عشان اشوف ابوهم يشوفوني، عرفت؟ ما مدري التفت السر قدام اصفقه هي بعد. والله الذي لا يمازع عليكم بحرف، ادخلي في الجدار اللي قدام حق البيت حبيبي، فادقها بري وصامل ابو دزه ازبل قوي. هذا هيلوكس ايش؟ حديد هيلوكس 97. فادقها بري وس ايه، ما مدري ادقها بري وس، الشايب يضرب الصندوق. وقف لبق يرى على هيلوكس. فلا انزل يا طال صام، فانزل لبق الحمد لله السلام الله يسلمك. ايش جاك يا ولد؟ قلت يا رجال دركسون علق علي ومن ذا الكلام من ذا الكلام. قلت منو راعي السيارة هذه؟ قال والله راعي السيارة هذا أخوي في الجامعة هناك يداوم، لازم أصورها لك وأصورها له وكذا وكذا. هالصدام مركب حقه كامري موتره مركب صدام. يوم قلت بصور قلت ترى ما خفايف أضرب الصدام، قلت ما بلا صدام بس ضربه. يوم ضرب صدام طحي الصدام، والله ما زال للرجال مضحك كو 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 يا ولد. عقب أصورها له، والله لازم أصور كذا الزبدة. صور صور مني، مصور منه ومصور منه. قال شوف التامين عندك، فافتح التامين لهم انت له يومي. يا ولد شو العلم شو العلم شو العلم؟ قال وين اخوانك في العالم؟ قلت يا ولد بروح انادي اخواني واجب. فين العالم؟ بروح بروح ادق على اخوي فواز، قدو رايح الدين، قدو بالشنطه. فواز افزع فواز، قلت ايش؟ قال ايش في؟ قلت انا صدمت خالي ناصر. قال انت كذاب من ذاك، قلت والله اني صدمت. قال ايش؟ متعودين عليك بالمقاهي. ايوه فعود جاني يا ولد العالم متجمعين علي والاود الحاره كلهم. وانا واقفين بين عرفت اللي يقول هذا رفيقنا اللي عرض علينا يشخص يا ولد. يقولون هذا اللي عرض علينا الزبده جاء هو وسخ، عرفت اللي جاي كذا بيلطمني بكفته والعرب، واخذ منه مترين كذا، كل ما اقرب اخذ منه مترين، كل ما اقرب اعود احط الصندوق بيني وبينه. شوي لو قال الحمد لله على السلامه ابشر ابو العوض من ذا كلام. قال يا ولد وجهه على ما يجي اخوي ندق عليكم نتفاهم. عاد بهددت اسم الحي الهلوكس، ندمت شوي صدام خفيف. فعود قال اركب اركب وديها البيت، فوديها البيت. انا ظالم من بدر، ظالم منه. عود فواز قلت فواز اسكت خليني اصحى بدر من علمه وكذا. قال ابشر ابشر دخلني البيت، بدخل على بدر ولا علمه. يا بدر الحق مو ترك خلا سعد وصدمه وراح تالف. قوم بدر قال بدر اخو سعد، قوم كذا قال اخو سعد او ما عاد زلنا بسم الله. قوم كذا طعم صار طالع فين لان قال كذي. والله ما ذل علي ازل عليكم شباب، والله ما ذل من الذل اللي وقع. والله ما ازل عليكم بحر، والله ما ذل بحر. لو امي بالخزرونه، لو ابوي من نوك، لو العالم جميع علي كني كذا الحول. كانوا نايمين ايوه، كانوا في قومه. يا ولد مشافني يا ولد قال لي كذا. لهم قال سعد، قلت له قال طفي النور وسكر الباب وتعال ارقدني. والله ما يا ويلك. قلت له ايه، فاعطيها وضعيه اللي نكني وذاك قدامه. قلت بذاك طفي النور وتعال ارقد معي. فطفي النور وما ارقد لين المغرب. يوم صحيت المغرب ننتظر العرب يدقون، ها منا والله انا قاعد اسمع محدك. صلح يا بدر اخوي بلف.
نطلع الربع 16 عنزته يود على جوانا. ايه طلع الربع 16 عنزته بعد ما تعسكر وكل شيء. لا بعلمك. فراح قال بروح الدمام. قلت لا تشبك ساعتين والله اشبكها. قال تك قلت تكفى يا ابو علي. هذه عرفت هذه قد قال لي. ايوه قلت تكفى يا ابو علي ابو الربع ابغى اداوم عليه وكذا واقط عليه. قال ايش والله ما تاخذه خذ المفتاح عطى ابو. قال لي بعد المفتاح وجهه. لا ساعد خلها حق الجلسه الثانيه الحين بيضيع محتوى. بطلع بكره بطلع بكره خلص خلص ولد. قلت تكفى يا ابو علي ابو المفتاح. قال والله ما تشله اعطيك موتر ب 180,000 تروح تصدمها مثل ما صدمت بهلوكس هكا بعد المفتاح في وجهك. يقول افدزها. فقلت طب صار شوي لابوي شوي لابوي اليوم الثاني له داز الديله نفس السالفه هذه داز الديله. قال سعد انا افتح الربع معك اتعب نفسك وتدور البيت انا معك الحين كلها حواد. ايه فزز ايه ورع ويزمنون انا احس جلسه تامين هذه بعلمك. ايه فزز الديله ابوي افتح معي السنه. فاروح الدولاب حق بدر اخوي ما ادري ايش ابغى فاسحب طعم صافليني شيل افتح السبير طاح البني يفتح السبير حق الربع طاح صفق في البلاط. فالقط قلت هذا ممكن حق الباب بس ما شغل الموتر. فجأة برا ما افتح الموتر فشغل يوم شغلت للشرائح ما اشتغلت شيل اشتغل الموتر فارجع عند امي عضو دايركت ما في البيت الا انا وامي. قلت امه انا بروح قريب هنا واجي. قالت روح مع من؟ قلت بمر واحد من خوي بروح واجي. قالت لا تبطي لا تبطي تمشي. هلا وني هبيت شحمه وسكت وخليت الربع لين المدرسه وداومت عليه. فالقط الربع واروح المخطط مركب له فلتر ذاك فلتر وش؟ فلتر حق 16 ما يقطع وقتها يركبوا له فلتر يخليه يقطع. فدزه طن سام اروح المخطط المخطط مشي عليه العالم كلهم والناس. فاجي عندي طن سام احطه في الفاضي ما اقطع له اقطع له اقطع له اقطع له. فاخذ لفه ثانيه محشره في الاول ما مسكرتش ما قطع له قطع له قطع ما فك يوم خلاص معدل بيقطع. فرد الثانيه ممكن دي برده قطوك يا ولد. انا راح بالي كيف ادزه لانه افتح الكبوت العجه اثر المروحه بعد ما فهمت كل شيء المروحه انكسرت انت ما من قوه الضغط طق البطاريه والله فشق الكبوت من فوق يعني اشهد علي ربي شق الكبوت من فوق وطق البطاريه والشنطه انقطعت. لا لا والله نتكلم وصل الكبوت ولا البطاريه هذا لا يركب سياره والله صدق اسعد في احد برد خاطري هناك الزبده طلع مرسامه فدز البيت فدق على بدر في الدمن. قلت له علي كيف حالك طيب؟ قال الله يسلمك. قلت له انت مروق ولا زعلان ولا ايش وضعك؟ قال مروق ايش في يا ولد؟ قلت تكفى يا ابو علي انا الموتر لقيت مفتاح اول ما شغلته ما طق قال طق ما ادري ايش صار عيني لبكته مكان. قال ايش؟ قلت اي والله لبكته مكانه يعني ايوه يعني خليته مكانه. لهم قال معلم معلم دق على ابو شويه. قال ابويا سعد قلت ها؟ قال انت ما تدري اني بجي بكره؟ قلت الله يحييك. قال خلاص يلا يلا. يوم جاء ابوي بكره اليوم الثاني دخل ابى اسلم عليه. قال سعد قلت ها؟ قال علي الطاقه نضربك. يقول ابوي فادخل الغرفه دايركت البس ست فلاين والله ما ازل عليكم بحرك البس ست فلاين ووحدكم طويل عشان ما يجي هنا شيء والبس ست صروي ما اجي في الزاويه حوذ بالله واقف زي كذا زدت 20 ابوي عادته ما يضرب على الوجه يضرب على الظهر على اليد على الرجول ومدخل علي بخزران عصا خزران تقول كذا ما تنكسر وين ما يضيمك ايوه وين ما يضيمك 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 ليه بكيت 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 وما طق بنومه النوم هذا تسوى الدنيا يا ولد ايوه فاعطيكم سالفه ثالثه لا والله تابع والله تابع اللي لا انا عندي انا استمنت اللي انا عشت معك مع كلمه ما ذل عليكم كلمه اسلم بدر اخيه عنده صبر ايوب اسمع شنو عنده عنده صبر ايوب يا اخوان على طريق الحوادث